انت في حاجة في دماغك و والله احنا يعني احنا طموحين جدا في النادي بتاعنا ان احنا يكون عندنا مقر للنادي بنمارس فيه كل الانشطه اللي احنا عايزينها، ومش بس يعني ان احنا نطلع مقر ايفنت، يعني جراج يعني قول يا راجل. محتاجين طبعا مش يا جراج ورشه، اصل يعني هيبقى ارض نادي كبيرة. يعني مش بس انه يبقى جراج، ده الجزء المخصص للعربيه والجزء المخصص لينا. احنا عايزين مكان نتقابل فيه نادي، نادي اجتماعي بقى. بالظبط، نادي اجتماعي، وناخد ارض من الاراضي اللي موجوده في الدوله. طبعا بنحاول ان احنا نمارس نشاطنا بشكل متسع، احنا عيله كلنا الفي دبليو يعني، وعشاق للبيتل. وكمان احنا اللوجو بتاعنا كمان كان ليه فكر ان احنا اخذنا راس ابو الهول، ودي بتمثل الحضاره المصريه بتاعتنا، على جسم البيتل، لان جسم البيتل نفس الجسم بتاع ابو الهول. شوف واخد بقى. دي كانت يعني احنا حتى في انشاء النادي في الاول بدانا نبتكر ازاي نعمل حاجه بنحط فيها احنا كمصريين شخصيتنا، وبنمزجها برضه بالعراقه في الصناعه الالمانيه يعني. بس طب معلش انا اسفه لمقاطعتك، اطول رحله اتعملت بالعربيه بتاعتكم كانت قد ايه؟ رحله فرديه ولا جماعيه ولا ايفنت؟ جماعيه. رحله جماعيه، احنا رحنا العين السخنه. احنا بنحاول، بس مش طويله ككيلومتر بس، الفكره ان احنا بنحاول طبعا زي ما مصطفى كان بيقول احنا عايزين ننبسط، وعايزين العربيه تنبسط معانا، فمش عايزين نتعبها. فاحنا بنختار المسافات القريبه، لان بيبقى الناس برضو مرتبطه بالويك اند، عايزه تلحق ترجع تستفيد باليوم. فاحنا بنختار مكان شوية قريب وتريحوا العربيه شويه. بالظبط، بلس ان انا عندي قضيت اليوم ورجعت يعني. على مستوى الرحلات الفرديه، رؤوف طلع بعربيته اكتر مره، نويبع طلعت نويبع قبل كده كذا مره كمان اكتر من مره. كنت قاصد ان انا اطلع بيها نويبع وسبتت لغايه، بالعكس دي كانت امتع كمان من ان انا معايا سيراتو، بس كانت امتع بيها بالبيتل. كانت بالنسبه لي كانت، وطلعت باسرتي، ما طلعتش لوحدي كمان، طلعت باسرتي وكان ابني لسه سنتين كمان. كانت الرحله ممتعه جدا، وكنت قاصد ان انا اطلع بيها في وسط الجبل يعني، عندنا اطلع البحر والجبل. نعيم سوري هو جه من سوريا بعربيته، بس هو للاسف ما قدرش يشاركنا النهارده. كل العربيات بتمشي زي العربيات العاديه. لا ما انا فاهم، بس هي تبقى الرحله متعبه عشان الناس بتقف كل شويه يعني، بتخلي المسافه اطول.